طبعا اليوم احنا حابين نفرجيهم ايش الميزات اللي في شركة ام جي هير. الكل مبسوط على النتائج، الكل شافوا نتائج بعينهم طبعا بعد غسل الشعر، شافوا النتائج واضح النتيجة هاي ما كانوا متوقعينها من المنتج لأنهم جربوا منتجات تانية وما كانوا يحصلوا على نتائج مثل النتائج اللي أعطتهم إياها الام جي هير. طيب ما فوائد هذا اليوم كورشة جديدة ومستجدة وبهذا الكم الهائل من الحضور؟ احنا هدفنا في الأيام الدراسية توصيل المعلومة، تبادل الخبرات، الأفضل المنتجات نقدمها للكوافير اللي ممكن يحضر في هذا اليوم. احنا حابين نعطيهم مواد صحية، مواد آمنة على صحتهم، مواد آمنة على الشعر. فطبعا مشكور الأستاذ محمد الجراح اللي انتج لنا منتج ام جي هير عشان صحة الكوافير، عشان يعطينا نتائج رائعة. فأنا كتير مبسوطة في الكم الهائل اللي حضروا، وبتشكر كل اللي ساهموا في إنجاح هذا اليوم. اليوم تعليمي على وتعريفي على مادة الام جي هير اللي هي مختصة للشعر، لمادة الكراتين بتعالج الشعر بطريقة كتير رائعة. وطبعا مادة الام جي هير أمريكية الصنع، ولكن وكالتها هون بفلسطين السيدة نجود كايد. فاليوم عبارة عن يوم تعريفي، يوم تعليمي عن المادة هاي اللي وصلتنا من حوالي أشهر، يعني أسابيع قليلة. واليوم زي ما انت شفت الحمد لله كم الحضور كان هائل، وعرفناهم عن المادة واشتغلنا قدامهم يعني بعض المنتجات. اشتغلنا في منتج ام جي هير اللي هو لمحمد الجراح الاستاذ الكبير اللي حب انه يطور مهنه التجميل وبسعى دائما للافضل. فاليوم احنا عملنا يوم تعليمي، اول شيء لانطلاق المنتج، بعدين لتعليم الصالونات كيف يستعملوا المنتج. احنا ما بنحب نوزع منتجات بدون ما يتعلموها الصالونات عشان يعرفوا يشتغلوا فيه صح. واليوم ايضا كمان استخدام ام جي هير اليوم في عالم الشعر والتزيين ايضا اليوم. طبعا اكيد اليوم ابدعوا المدربين في استخدام الام جي هير، اضحكونا طبعا الحضور كثير، انبسطوا جدا جدا يعني من روعه النتيجه للمنتج، سواء لشعر مسبوغ لشعر تالف. يعني كان عندنا ناس تخاف من كثر ما شعرها مسحوب لونه تعبان انه تحط ماده على شعرها من كثر ما بتسمع انه الكيراتين فيه اضرار، لكن احنا حكينا لهم انه امن وصحه على الشعر. فاحنا تعهدنا للزبونه انها تطلع امام الحضور، واذا بصير اي شيء لشعرها احنا بنعوضها، ولا يمكن طبعا هذا الشيء يصير لكن عشان نشجعها. فطلعت امام الحضور في شعر مسحوب 3 مرات، يعني الكل بيعرف شو يعني تعبان جدا جدا ومسحوب في اسبوع 3 مرات وينعمل له ام جي هير ويطلع الشعر حرير مي، يعني هذا اشي كثير يعني ممتاز.